صباح الخير، اهلا بيك. صباح الخير، اهلا بيك. انا بشكرك الاول على اجتهادك ودايما يعني واقف جنب ناس كتير مظلومين. يعني لو تقول لي حكايه شنوده والقوانين، بتقول لي يا استاذ نادر في الحته دي، هل بالفعل تم تغيير اسم شنوده؟ هل بالفعل تم اجباره على ان هو ما يصليش؟ يعني مش عايز بس ادخل المواضيع في مسيحي ومسلم، لان ده ما يصحش ان احنا نعمل كده والبلد مش ناقصه، لكن لو حضرتك تحكي لي التفاصيل. طبعا استاذ حقيقه، هي قضيه شنوده هي قضيه فيها كتير زيها، وبتفتح ملف مهم قوي حوالين وضع الاطفال في مصر. الطفل شنوده طبعا للاسف الشديد بعد ما تم الابلاغ عن والده اللي تبناه وكان بالنسبه له الفرح والحياه بعد ما ربنا يعني عوضهم بعد سنين طويله، للاسف الشديد انه النيابه يعني احالت الطفل لدار اللواء، واعتبروا بعد ما تم كتابه ان الطفل تم العثور عليه في الشارع، للاسف اعتبروا ان الطفل بالفطره هو مسلم لانه فقد الاهليه. وده خلى انه يتم طبعا تغيير اسمه الى يوسف بدل شنوده. وبالتالي هو فقد ديانته المسيحيه اللي هو تربى عليها داخل الكنيسه يعني. تمام. فبكل تاكيد انه في هذا الامر يا استاذ اسحاق بنشير الى حاجه، احنا عندنا حوالي 12,000 طفل يتيم في دار الايتام. تمام. حسب احصائيه وزاره الضمان الاجتماعي، ده غير عدد زيهم تم كفالتهم من اشخاص اخرين. وبالتالي في هذه القضيه اللي احنا بنحاول يعني نستغلها، ان احنا زي ما حضرتك اتكلمت وقلت ان هناك عوائق قانوني والازمه في القانون، ان يكون خطوه في اجراء تعديل قانوني في هذا الامر بما يتناسب ويسمح في اعاده مستقبل افضل للاطفال. ويمكن استاذ نادر، استاذ انا بعتذر لمقاطعتك، بس في النقطه دي وقبل حضرتك ما تسيبها، هل قانونا انه لما يكون في حاله زي حاله شنوده وانه فقد اهله او انه ما فيش حد ظهر من اهله يقول، يبقى بالتبعيه لازم هيتكتب في الديانه بتاعته ان يعني ان هو مثلا مسلم، ان لا يتم تغيير اسمه، ان مش من حقه ان هو يكون كده، ولا يعني في حاجه قانونا تقول كده؟ يا استاذ ابدا، اذا كان الاب بيبقى مسيحي والام مسيحيه، ولما الاب بيشهر اسلامه بيتم تحويل الاطفال للاب باعتبار ان افضل الوالدين دينا يعني. فطبعا اذا كان ده فاقد الاهليه وغير معروف، فهو بيعتبروه انه مسلم بالفطره، ما اكدت وزاره التضامن الاجتماعي في ده. تمام. لكن انا عايز اقول حاجه، انه احنا كان عندنا فرصه يعني مهمه جدا لاحتكام الماده الثالثه من الدستور اللي هو احتكام الى شرعنا. وده كان موجود في مشروع قانون الاحوال الشخصيه للمسيحيين، كان هناك باب للتبني، ولكن للاسف الشديد تم حذف هذا الباب في وقت يعني اخير قبل تسليم القانون. صحيح. لظروف طبعا حاجه كده عليها تعالى. انا كنت يعني متابع القصه دي كويس طبعا يعني. كان ممكن نستغل هذا الامر، لكن عايز اقوله هنا ان اولا الطفل شنوده اتواجد داخل الكنيسه، والاب الكاهن كان عارف كويس قوي الطفل ده، وتم تعميده وتم تقديم شهاده المعموديه للنيابه، وبالتالي هذا الطفل لم يوجد في الشارع، وبالتالي ديانته كانت معروفه، واعتقد كمان يعني الكاهن يعرف ملابسات هذا الطفل يعني، لكن للاسف وفاته منعت انه يكشف عن هذا الامور، وبالتالي انه هذا الامر محسوم، لانه الطفل ما تلاقاش في الشارع، ولكن الطفل تلاقى في الشارع في محاوله لاخراج الاب من قضيه اخطر، لانه طبعا اتخذ اجراء غير قانوني طبقا للقانون بحسن نيه يعني. تمام. استاذ نادر، انا يعني بشكرك جدا، وباكد على كلامك ان الطفل مسيحي، الطفل تم تعميده بواسطه ابونا اللي كان في الكنيسه، ابونا اللي في الكنيسه يعرف ام الولد مثلا او حاجه كده، وهو عارف القصة يعني، ما يجوز كان في نتيجة يعني حمل غير شرعي، جايز أي حاجة، بس هو الطفل في الآخر الطفل مسيحي وتم تعميده، والست اللي خدت الطفل حطته في الكنيسة أكيد مسيحية يعني، إلا هيدخلها الكنيسة وتدخل طفل لحم حمراء إلا إذا كان هي كمان مسيحية. لكن إحنا عندنا زي ما بقول في عوار في القوانين، في مطالبات من زمان جدا، وكان أستاذ نادر يعني أثار
استمرار فكرة الدستور لما كان وجود الدستور يا جماعة نقطة التبني دي نتكلم فيها وناخد وندي، لكن الأمر يبدو صعب. لكن بتمنى أن قضية زي دي تفجر من تاني فكرة أن مجلس النواب يعمل بعض التعديلات. يعني إيه فكرة بالفطرة؟ يعني إيه برضو فكرة أن حد من الطرفين يعني الوالد أسلم يبقى لازم الولاد أن هم بالتبعية؟ صدقوني أنا آخر واحد يتكلم على التفرقة والعنصرية ونتكلم عن مسيحي ومسلم، إحنا بنتكلم في أمور قانونية ليس لها علاقة من قريب ولا من بعيد بفكرة التمييز العنصري أو كذا أو كذا. إحنا أبدا هنا عمرنا ما هنبقى منبر لده، وعمرنا ما هنبقى منبر للتفرقة ما بين مسيحيين ومسلمين. إحنا بنتكلم على قوانين وعلى تعديلات.